جهز الأول المكرونة. عندنا أي كمية احنا عايزينها من المكرونة هنسلقها نص سوا، يعني هتاخد معانا في السلق حوالي 10 دقايق تقريبا. بعد كده هنجهز اللحمة المفرومة، عندنا في حل على نار متوسطة معلقة صغيرة سمنة أو زيت، وهنحط بصلة متقطعة بأي شكل مع فصين ثوم مفرومين. هنضيف اللحمة المفرومة بالكمية اللي احنا عايزينها، وهنضيف الملح وفلفل أسود، وهنقلب كويس. بعد كده هنهدي النار وهنسيبها لحد ما البصل يدبل تماما مع اللحمة، وخلاص كده اللحمة جاهزة معانا. بعد كده هنجهز الطاجن اللي هنعمل فيه، ونكون دهنينه كويس بالزيت، وهنحط فيه اللحمة المفرومة اللي عملناها، وهنحط المكرونة المسلوقة على اللحمة. بعد كده في نفس الحلة اللي عملنا فيها اللحمة هنعمل الصلصة، هنحط بس معلقة صغيرة زيت ونسيبها لحد ما تسخن جدا، ولما تسخن معانا هنحط واحدتين طماطم مبشورين متقلب معاهم معلقة صغيرة صلصة طماطم معلبة، وهنضيف ربع معلقة صغيرة جنزبيل مطحون، وربع معلقة صغيرة ورق لور، وفلفل اسود او شطة على حسب ما نحب، وبنقلبها لحد ما الطماطم تتقل وتستوي معانا. بعد كده هنضيف عليها حوالي نص كوباية مية، ونقلب كويس، وهنسيبها لحد ما تغلي معانا. وبعد ما تغلي هنهد عليها النار. بعد كده هنحط في طاسة معلقة كبيرة زيت مع فصين ثوم مفرومين أو 3 فصوص، ونص معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، والملح. بعد كده هنحمر الثوم مع الكزبرة لحد ما ريحتهم تظهر معانا، وهنحط عليهم الصلصة، وهنحط عليها معلقة صغيرة خل، وهنطفي النار ونقلب، وهندوق الصلصة لو محتاجة ملح هنزود لها. بعد كده هنحطها على المكرونة. بعد كده هنغطي الطاجن بورق زبدة وورق فويل. وبعد ما نغطي الطاجن هنقوم مسخنين الفرن على درجة حرارة 200، وهندخله على الرف الأوسط. وخلاص كده الطاجن استوى معانا وبياخد معانا في الفرن نص ساعة تقريبا. جربوه وإن شاء الله هيعجبكم جدا.